عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا مزيانين وفرحانين ان شاء الله. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد. اليوم جيت معكم واحد فيديو جديد، غادي ندير كسكسو وغنشاركو معكم، وكلشي كيعرف يدير كسكسو. المهم الطريقه ديالي غادي تشوفوها، ونشارك معكم نهاري ديال في الكوزينه ديال الكسكسو. يلا خليكم معايا. المهم كما كتشوفوا عندي هنايا القريعه، وعندي هنايا المكور، جوج بطاطات، خيزو، هذه اللفت، داك اللفت اللي هكا دايره داك المدوره، ما عرفتش شنو تيقولوا لها، هذه اللفت. المهم الفيسه ديالنا وبطاطا. هذا عندي هنا الحمص، معلقه صغيره ديال السمن حار. المهم هذه الحاره، هذه شويه ديال المعدنوس وشويه ديال القزبر. القزبر كيجي زوين مع الكسكسو. القريعه الحمراء ديالنا، عندي واحد مطيشه محكوكه هنايا. المهم هنا التبزيره، عندي هنا سكنجبير والخرقوم والابزار ومليحه. المهم حبيباتي عندي هنايا، راني داير انا غنديرو بالدجاج. عندي هنا الدجاج، ودرت معاه واحد البصله مشلطه، غادي ندير معاه هنايا مطيشه اللي هي هكذا، وغادي ندير هذاك التوابل ديالنا، سكنجبير، خرقوم وسكنجبير. انا المهم كل واحد يدير القياس ديالو على حساب كل واحد. قال لي كيبغي التبزيره مزيان، كل كاين اللي ما كيبغيش التبزيره. المهم حنايا انا معروف عليا كندير التبزيره في كسكسو ورماش وكسكسو، تيقولوا لي كتكثري بزاف، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله ولفنا كنتبزرو. غادي ندير هنا داك الشويه ديال السمن، السمن الحار. غندير هنا المليحه ديالي على حسب الذوق. غادي ندير هنا داك، عندي هنا القزبر والمعدنوس، راه كيجي زوين الكسكسو. المهم انا غادي ندير معاها، ندير واحد شويه ديال الماء، وغادي نخليها تقلى شويه، وغادي نرجع معاها. حبيباتي عندي هنا الكسكسو ديالي انا درتو هنايا. المهم باش ما نطولش عليكم، انا راه درت كسكسو، لحقاش هذا كسكسو راه فيه كسكسو ديال الدار اللي كتسد الوالده، درت زلافه انا على حسب القياس، حنايا غير اربعه الناس، درت زلافه ديال الكسكسو ديال الحمامر داك الرقيق اللي كتصاوب الوالده على اليد كما الفيديو اللي حطيت لكم، ودرت زلافه ديال الكسكسو ديال الطريه ديال السميده، تيجي حتى هو زوين. وانا ما درت له لا زيت لا حتى شي حاجه، حيت ما كيتعجن ما والو، انا فزكتو غير بالماء، فزكتو بالماء، غسلته. حنايا الكسكسو ديال الدار كنغسلوه، غسلته وصافي، خليته هكا في الكسعه شرب. دابا ها نتوما كيفاش رجع، جا مفرك تبارك الله، جا غزال. المهم انا غادي نكمل معكم الطريقه ديالي، وهذا الكسكسو ديال الدار راه كيجي زوين، كيجي بنين ورائع تبارك الله، ما شهيتكم غزالات ديالي. دابا انا غادي نكمل معكم الطريقه ديالي ديال الكسكسو. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني وديروا لي اللايك، واللي ما مشتركش يشترك معنا في القناه. وكنشكركم بزاف، وكنشكر الناس اللي كيدخلوا وكيخليو لي كومونتير زوين، وتبارك الله عليكم. وكنتمنى هادشي اللي كندير ينال الاعجاب ديالكم. المهم انا ما كنديرش شي حاجه، انا غير كنشارك معكم يوميات ديالي، وسمحوا لي راه ما كيكونش عندي الوقت بزاف باش نقدر نحط لكم يوميه فيديوهات. المهم الغزالات ديالي، دابا غادي ندير الحمص ديالي مع داك الدجاج ديالنا غلا، قليته شويه، وغادي ندير المهم الخضره اللي راكم عارفين الخضره اللي كطيب كتشد الطياب، غادي نديرها هي التحتانيه. ندير خيزو، ندير خيزو من التحت، وغادي ندير المكور ديالنا، وهذه بطاطا انا كنخليها هكا البنات، حنا كنبغيو بطاطا، وراكم عارفين اللي عند الدراري الصغار، حنا ما عندناش الدراري الصغار، ولكن حنا اصلا كنبغيو بطاطا في الكسكسو فاش كيكون، المهم ضروري كنديرو بطاطا في الكسكسو. المهم الحبيبات ديالي انا غادي ردها تغلى على ما تغلى مزيان، وغادي نرمي الكريعات، وغادي نزيد واحد جوج مطيشات من الفوق مع الكريعات، وغادي نزيد واحد شويه التبزيره. هي الطريقه ديالي ديال الكسكسو. حبيباتي المهم انا غادي ندير هاد الحاره، تادير ما عنديش حاره بزاف، وهذه حاره شويه، غادي ندير لها هكايا باش ما كطبقناش وكتطلق شويه الحروريه ديالها. وما البنات هذه الزويته ديالنا، راه عندي هنا زيت العود، غادي نطيب بزيت العود، حنا كنطيبو غير بزيت العود، كيجي زوين زيت العود. المهم البرمه ديالنا راه هي غلات، غادي نعمر السكسو يتفو ديالنا يتفور تفويره
الاولى هاهي صور التصويره الاولى غادي نحيدو ونعاود نرشو بالماء ندير له مليحه باش نبغي نعاودو ندير له شويه د الزيت ها هو كيجي مزيان كل واحد وطريقته المهم الطريقه ديال الكسكسو راه المغاربه كلشي كيعرف يدير الكسكسو كلشي كي بداتي انا رجعت معكم دابا غادي ندير الكريعه ديالي بسم الله راه فورت الكسكسو التصويره الاولى ولات ليا البرمه غادي ندير واحد جوج مطيشات غير صغار ما ديك مطيشه كبيره اللي درت نديرهم غير هكا نفرقين غير على جوج ندير واحد المعلقه ديال الحك حتى هي من معلقه اخرى وغادي نزيد واحد التبزيره شويه لحقاش انا راه درت غير القياس ديالي دابا غادي نزيد على هاد الكرعه باش هي كتشرب التبزيره ديالي هكا من الفوق ندير شويه البزار حتى هو غنزيد منه شويه كنزيد شويه شويه وشويه الملحه انا درت القياس غادي نزيد شويه الملحه من الفوق المهم فاش كنبغي نعاود ضروري عاد كندير غير شويه التبزار ما كنديرش بزاف وكنعاود ندير فاش كنرمي الكرعه وغادي نردو دابا غدا ونحيد الكسكسو حبيبات ديالي داك الدجاج ديالي كنت حيدته غادي نديرو من الفوق المهم دائما الدجاج خصكم ديروه من الفوق باش منين تجي تحطو غادي يجي ما تلقاوش لتحتي تفرتت لكم المهم انا درت القياس ديالي كل واحد يدير القياس ديالو هي الصراحه انا دائما كنديروه غير باللحم كيبغيو هما اللي نطار بالحيمات ولا لحم الراس المهم انا ما درتو بالدجاج حيت زربانه قلت دغيا دغيا نصبو هكا حبيباتي انا رجعت معكم دابا غادي ندير الكسكسو ديالي حبيباتي هيا الكسكسو ديالنا راني فورتو التفويره الاولى وانا كندير واحد الطريقه لحقاش حنا هذا الكسكسو ديال الدار اللي كنديرو ديال الدار المهم درتو تحت الروبيني وخليت الروبيني هكا خو عليه تهبط الماء هبط ليا الماء خرج من هنا من تحت وخليته حتى تسقطر درت فوق واحد الشبانه حتى تسقطر ودابا ما غاديش نحتاج نسقيه مره اخرى غادي ندير له غير هكا يا في الكسعه ديالنا هانتوما لحقاش كيجي بلا ما تحتاجي تخويه بالماء مع خليتو شرب شويه كيجي مزيان بلا ما كتبقاي عاد تسقيه وتعاود ولكن البنات على حسب كل واحد شنو عنده كسكسو انا عندي هنا كسكسو ديال الدار راكم عارفين كسكسو ديال الدار وفيه شويه ديال الحمامر هذاك اللي كتستل الوالده وكيجي هكا كيجي شارب ما كيتعجن ما والو كنلعب فيه كيما بغيت بالماء ما عنده ما يطرار انا دابا غاديش نزيد فيه الماء لحقاش طيتو فوسط الكسكاس البيضات ديالي انا غادي ندير له شويه ديال الملحه غندير غير القياس ديالي غادي ندير واحد شويه ديال الزيت العود كما باش غادي نلقطو ونخليه يشرب على خاطرو وراه كيجي زوين وكيجي غزال الكسكسو ديال الدار صراحه المهم هادشي يعني بحال الكسكسو ديال الدار بحال الكسكسو ديال الزنقه الكسكسو ديال الدار صراحه كيجي زوين يعني ما نقدروش نقولوا الحاجه ديال الدار ما كاينش بحالها كنديروا حتى حنايا هذا كنديروا زعما الاخر ديال ديال الحانوت اللي كنشري ولكن كنخلط كنخلط شويه من هنا شويه من هنا دابا هذا راه مخلط كسكسو ديال الطريه مع كسكسو ديال الدار فيه شويه الحمامور كيجي بنين وهائل غير حبيباتي غادي نخلي هذا الشيء ديالي نخليه يرقد شويه وعلى ما يشرب وعلى ما تطيب ليا شويه الخضراء ونرجع معكم نعمروا ان شاء الله يرقد. حبيباتي انا رجعت معكم بعد ما الكسكسو ديالنا ما شرب ليا شرب راه درت له كما شفتوا مليحه وزويته غادي نعمروا دابا في الكسكاس وغادي نردو يتصور التصويره الثانيه ومن بعد ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي وكنتمنى تقبلوا على هذا الكسكسو ديالي وتبارك الله عليكم المهم تابعوا معايا الغزالات ديالي انا درت معاكم هذا الكسكسو هكا المهم دابا غادي نردو فوق الماء ونرجع ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي رجعت معاكم دابا الكسكسو ديالنا هو وجد الكسعه ديالنا على سكيته ما شهيتكم كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم الغزالات ديالي هانتوما الكسعه ديالنا كي جات
المهم شهيتكم، وهذا هو الكسكسو اللي شاركت معكم. كنتمنى الى الاعجاب ديالكم، وما تنساوش دعموني وديروا لي اللايك، واللي ما مشتركش يشترك معنا في القناه. وشكرا حبيباتي، وكنتمنى الخير، والله يسهل علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا ربي، وتبارك الله عليكم. الى فيديو واحد اخر ان شاء الله يا ربي.